من ضمن الأسئلة عاوز أعرف رينج مرتبات لـ CEO Executive Secretary بيكون كام؟ طبعا السؤال على حسب هل شغال في شركة صغيرة، شركة كبيرة، شركة مالتي ناشونال، بنك، مؤسسة. في ناس ممكن توصل ال 100,000، ناس تاخد 50,000، ناس بتاخد 3,000 موظف عادي بيعتبروه. أنا أعرف أحد الأشخاص كان هو السي أو بيقبض مرتب رهيب جدا ومخلي السي أو بتاخد 5,000 جنيه، الـ Executive Secretary، السكرتيرة التنفيذية. في ناس تانية لا، تديها مرتب عادي، تقول لك لا، لأن دي تنفيذية مش غير تنفيذية، بتدي قرارات لو هو مش موجود يعني. فخلي بالكم دي هذه المواضيع. في شركات تانية بياخد من الأرباح، في بياخد راتب رمزي، في بيحدد حسب المكان. فنصيحتي بلاش نشغل الأسئلة العامة النيوترال دي الحيادية، قدم وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير، ولكن لازم تأكدوا من هذا الموضوع إن هو مختلف، ولازم تعرف بأنك دورك بيختلف على حسب الشركة أو المؤسسة. وفي كتير جدا من الأماكن يجب أن تعرف هذا الموضوع. اهتم بالأوفيس ومهاراتك الشخصية لأنها مهمة جدا في هذا الموضوع.